حافظ بيت شعر؟ لا والله. كيف مش حافظ؟ جرب. ما مش حافظ. جرب فكر. للأسف. ولا بيت شعر؟ ولا بيت شعر. طب أقول لك واحد. تبعني. صور. ها منصور. لا بلاش. طيب ماشي خلص. كيف حالك عمي؟ حافظ بيت شعر؟ ما بحفظ شيء. ليش؟ ما عندي شعر، مش شاعر. ماشي مش شرط تكون شاعر، بس هيك بيت شعر ضل معلق في بالك. ولا في شيء عندي. لا. مرحبا. سؤال صغير. مستعجل ولا ماشي؟ طب وأنا كمان مستعجل. حافظ بيت شعر؟ لا. ولا بيت شعر؟ ليش؟ عشان مدبرها. لا ما مش مناسبة، بس يعني هيك سؤالنا ثقافي، نشوف الناس إذا حافظين بيوت شعر أو لا، أو هيك مقطع صغير. والله لا مش خاطر في بالي. كيف حالك؟ حافظ بيت شعر؟ لا والله لا. ولا إشي؟ أزر ما إحنا طول النهار نتعلق على العمدة من نحفظ شعر. حافظ بيت شعر؟ لا والله. ولا بيت شعر سوري يا زلمه. حافظ بيت شعر؟ إيه استنى والله بلعب سوري. انت فتحت لي باب للنقاش هسه معك طويل عريض. ليه؟ شو بتقول لي سوري؟ يعني شو دخل سوري ببيت الشعر؟ شو بعرف. طيب والله ما بعرف. ولا بيت شعر من ايام المدرسه؟ مدرسه. والله ولا شيء. ولا شيء. والله ولا شيء. ماشي خلاص يلا. مرحبا. اهلا. حافظ بيت شعر؟ لا. اعملي لي زي الناس انت. لا مش حافظه. لا عرفتوني فاجأتوني بالسؤال. عن جد فاجأتينا بالجواب. عن جد بتصوروا؟ بحكي شو مالهم جايين. لا طبعا حافظه. طب تفضلي اعطينا ادلب دلوي. لحظه. انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت من به كلماتي صمم. يا سيدي خلاص بكفي. طب من قائل هذه الابيات؟ فيش منك فايده. باي. وين استديوهات كنتوا؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هاي لمين؟ مين القائل؟ شو بعرف؟ أهلا وسهلا. ليش مسكرها هيك؟ مش حافظ. مرة مش يعني هيك فيش شيء مثلا بيت شعر واحد يعني عالق ببالك. لا ليت الشباب يعود يوما ودهرا تولى بطينا يعود. شو بدري الا تكون حافظ لك بيت شعر. يلا اعطيني. شو بدك؟ انا السرمدي والقمري والحائر في درب السماء، انا حقيقة روحي واكبر كذبة بحياتي وحروف اسمي كتبت بالماء. هذا بيت شعر لاخوي. ايوه يلا ركز. هيها طالع. روح طالع طالع. طيب نعطيك واحد تاني. ما حاجتنا للنرجس ما دمنا فلسطينيين. لمحمود درويش. اذا الشاب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. حافظ بيت شعر؟ نعم. حافظ بيت شعر؟ لا والله مو شاعر، ما اعرف شيء. مش شرط تكون شاعر انت حافظ بيت شعر. لا والله ما اعرف كل شيء يعني. ولا شيء؟ ابد. ولا شيء؟ انت من العراق؟ ولا اي نعم. يعني العراق بلد الشعراء ومش عارف شو والكتاب و... يعني انا ما عندي هواية بالشعر ولا شيء. طيب من ايام الدراسه فيش شيء متذكره؟ با ايام الدراسه راحت بوقتها بايام زمان. راح بالامتحان. ها؟ اي راحت بوقتها بالامتحانات. اشكرك. مزنوق على بيت شعر؟ ما ليش على العربي، وايلي على الشعر، وما كنت شاطر بالعربي في المدرسة. انسى. كيف حالك؟ ايش في؟